نعم ترى بنبدأ فترة التسبيح وهنبتدي بالسامري الصالح. أنت ربي السامري ذو الصلاح، بعد أن ضمدت روحي من جراحي، زيت عماك وخمر من دماك غاسلا عني خطاياي هناك، مالئا إياي روحا من علاك. القرار بيقول كيما أسعد معك سيدي ما أروعك، وبالتكرار نقول سيدي ما أروعك، ونقولها مرتين بالتأكيد نأكد للرب إنه سيدي ما أروعك. هبتدي بالموسيقى بس بتاعت القرار، كيما أسعد معك سيدي ما أروعك، وبعدين نبتدي نقول نرنم مع بعض أنت ربي السامري ذو الصلاح. كياني من عيوبي،
تستعيد النفس للحضن الحبيب. كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك. كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك. إذ توارني الحديث في الطريق مثل ما يحكي الصديق للصديق. إذ معي أسير أنت في رفيقي كل درب العمر في رحب وضيقي. يا مسيحي صرت حقي وطريقي. كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك. كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي لا أروعك. باهتمام أنت توصي بي رحيما بل وتعطي الأجر عني يا كريما. واعدا ستأتي ربي عن قريبي آخذاً إياي للبيت العجيب حيثما تبقى هناك يا حبيبي. كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك. كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك. لست أدري أيها الرب يسوعي ما أقول بعد ذا الحب البديع. حبك الشافي جروحي ودموعي حبك الفياض يملأ لي ضلوعي. حبك الممتد للدهر الوسيع يحلو للعيش معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك. يحلو للعيش معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك. ما أروع سيدي أحبائي. راضي بالعار وتحمل الألم على الصليب. الألم على الصليب كانت حاجة لا توصف يعني. آلام لا يحتملها أي إنسان. هو بدل روحه لنحيا نحن. مات علشان. يبقى على رأي الدكتور يوسف رياض كان بيقول بيحبنا موت. زي ما احنا بنقول بحبك موت. هو حبنا لدرجة الموت. مجدا ليه. الترنيمة الجاية أحبائي تتكلم عن إن إحنا بنقول له يا رب لا أستطيع أمام ذي المحبة لا أستطيع أن أحيا في الخطية دي. والرب فدانا بحبه الجارف لينا على الصليب. خلينا دايما نبقى فاكرين حاجة زي كده. فاكرين انه
هو ضحى بكل شيء، نزل من السماء للأرض علشان، وراح للصليب علشان، انضرب كلكم علشان ايه؟ علشان احنا؟ هل احنا نستاهل كل ده؟ ما اعتقدش، بس هو محبته لينا اكتر من اننا اكتر من تصورنا احنا. هو ليه محبة عظيمة، واحنا مهما تخيلناه ما كانش تبقى كده ابدا. علشان كده تعالوا نغني له، نقول له: لا استطيع امام ذي المحبة، لا استطيع ان احيا في الخطية، انني اصبع بحب جارف حين ارن لديك الصليب. والصليب كان عار، بس بالنسبة لينا الصليب هو ده الحماية، هو ده الطريق لينا. تعالوا نرنم مع بعض: إنني أصبع بحب جارف حين أرن لديك الصليب. هنبتدي بالموسيقى بتاعت القرار بس الأول. إنني أصبع بحب جارف حين أرن لديك الصليب، حيث قد قدم رب المجد لي نفسه، إنه أغلى حبيب. فأراني قد سجدت خاشعا شاكرا من قد فداني بالصليب. لا أستطيع، لا أستطيع أمام ذي المحبة، لا أستطيع، لا أستطيع أن أحيا في الخطية. وكيف بعد أن عرفت ذا الحب واختبرت نعمة الرب العظيم، أصنع الشر وأجرح قلبه محسنا ربي وخل الحميم. إنني أبغى السمال العيش للعالم وأجري نحو ربي الكريم. لا أستطيع، لا أستطيع أمام ذي المحبة، لا أستطيع، لا أستطيع أن أحيا في الخطية. أمين أمين. تعالوا نرنم للمحبة التي تغمرنا من السيد كمان. بحر المحب، مش بس المحب، بحر من المحب. والبحر ملوش مقياس، بحر. البحور كلها مع المحيطات كلها، مع كل دي المياه دي، بحر محبة الفادي لا يحد. Thank you.
حبه قد زاد فضله إذ جعلني هيكلا لروحه غدوت واردا لله في المسيح وترنمت شفتاي بالتسبيح كل مال في الحياة كل عمري للممات كل مال في الحياة كل عمري للممات للحبيب للحبيب من فداني بالصليب على الصليب ألف والسلام بنصرة القيامة شمس أضاءت فلاشت الظلام قد فاق حبه قد زاد فضله إن جعلني هيكلا لروحه غدوت وارثا لله في المسيح وترنمت شفتاي بالتسبيح كل مال في الحياة كل عمر للممات كل مال في الحياة كل عمر للممات للحبيب للحبيب من فداني بالصليب عجيبي سبى فؤادي أزل حمأتي أضحى كدم جني ترس خلاصي ينبوع نصرتي قد فاق حبه قد زاد فضله إذ جعلني هيكلا لروحه هدوت وارثا لله في المسيح وترنم شفتاي بالتسبيح كل مال في الحياة كل عمر للممات كل مال في الحياة كل عمر للممات للحبيب للحبيب من فداني بالصليب حب الرب لينا من لا يحد لا يحد بحر بحر محبة الترنيمة الجاية هتبقى سولو أنا هقولها مع العود بس الرب الترنيمة بتقول دي إيديك محوطان والرب دايما كده دايما محوطنا بايديه بيحفظنا بيحبنا في واحد من المقاطع هنا بيقول دي حياتي تشهد لك توصف غنى رعايتك بعصاك وعكازك بتعلن لنا عنايتك شوفوا المحبة تبقى قد ايه تعالوا نرنم مع بعض دي ايديك محوطاني حضنك وضماني
وعناية إلهية هي كل ضماني، هي هي كل ضماني. نقولها مرة تانية، دي إيديك محوطاني في حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي هي كل ضماني. بحياتي تشغلك توصف غنى رعيتك، بعصاك وعكازك تعلن لنا عنايتك. بحياتي تشهد لك توصف غنى رعيتك، بعصاك وعكازك تعلن لنا رعيتك. دي ايديك محوطاني حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي هي كل ضماني. ومن قبل ما فدتني ومن موتي أحيتني، وفي وقت ما رفضتك جيت انت حبتني. ومن قبل غفدتني ومن موتي أحيتني، وفي وقت ما رفضتك حيت انت حبتني. دي ايديك محوطاني حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي هي كل ضماني. آمين يا أحبائي، آمين. صباح الخير. هذا أول اجتماع لإلنا في السنة 2018، أول اجتماع أحد لإلنا. وعادة هيك مناسبات بتخلي الشخص اللي بده يوعظ محتار شو بده يقول، مش عارف شو بده يقول. لكن تعرفوا أكتر وعظات ممكن تطلع جينيون هيك من قلب الواحد هي في يوم زي هيك، تعرف، لأنه عم بقول لك التقييم اللي عملته في حياتي أنا، شو الأشياء اللي في حياتي اللي رب كلمني فيها بدي أشاركك فيها اليوم. تتكون هيك من القلب للقلب اليوم، مش وعظة رسمية. أمين؟ تقبلوا؟ تعالوا بس نهدي نفوسنا في كلمة في الصلاة. يا رب مستنينك يا رب في هاي السنة الجديدة، فرصة فيها يا رب، فرصة فيها ننظر للوراء ونشكرك على كل ما تم، وننظر للأمام ونتطلع يا سيد كيف نكون يا سيد أفضل، أفضل من ناحية السماء، أفضل من رأيك، أفضل من رأي الكتاب، مش أفضل برأي العالم ورأي أنفسنا. في اسم المسيح اليوم أعطي كلام، بترجاك يا رب أعطي كلام عند افتتاح الفم. إليك كل المجد من الآن وإلى الأبد، أمين أمين. كثير من الناس بيفكروا إنه الحياة المسيحية هي سباق المئة متر، تعرفوا سباق المئة متر، بحطوا حالهم هيك بصفوا وترخ ترخ 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 ترخ، ولا هو وصل خلاص خلص حياته. لا، الحياة المسيحية هي ماراثون بطول عمرك، مش مئة خطوة، هي ملايين الخطوات اللي بنأخذها في حياتنا من أول ما نبدأ في حياتنا مع الرب إلى أن يجي أو إحنا نروح لعنده. سباق لا يتوقف، ملايين الخطوات. منحاول في كل سنة نتخذ الخطوات الصحيحة لنتجه فيها للمكان الصحيح، لنكون في المكان الصحيح اللي الله بده إيانا نكون فيه في الزمان والمكان، صح ولا لا؟ حتى نعرف فيه مشيئته.
بنحاول نبعد في هالسنين هذه عن الأمور المنغصة في حياتنا أو الهيتريد الكره والبغضة، ونحاول نتقدم أكثر إلى المحبة، صح ولا لا؟ بنحاول نبعد عن الظلام ونتجه لوين؟ للنور أكثر. بنحاول نبعد عن الأمور القرارات المش صحيحة في حياتنا، خلينا نسميها القرارات اللي ممكن إحنا بنسميها غبية في حياتنا، ونحاول نتجه لأكثر حكمة، صح ولا لا؟ في كل سنة بنعمل هيك، بس هذا الحكي بيتم يوم بيوم، ما بيتم بس في أول السنة وآخر السنة. وهذا الكلام مش بس بتاخد بس قرار، هذه خطوات عملية باخدها يوما فيوما، وإلا بتصير زي كل سنة بوعد وعود في آخر السنة، وتاني يوم واحد واحد بمشي لي كمان أسبوع فيها، وبعدين تي 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 زي ما رحت زي ما جيتي، أو رجعت ريما لعادتها الذي محافظين حافظين. الحقيقة أنا بدأت أتأمل معكم، إحنا درسنا من فترة رسالة أفسس، وفي الإصحاح الخامس في رسالة أفسس في ثلاث مرات بيتكلم فيها بولس الرسول كيف نسلك، كيف نسلك. فعشان هيك أنا اخترت عنوان فانظروا كيف تسلكون، فانظروا كيف تسلكون. حابب أبدأ أقرأ لكم الثلاث مرات اللي هدول كأن فيهم بولس الرسول في أفسس كيف نسلك، على إيش تكلم. تكلم عن ثلاث نواحي في الحياة نسلك فيها، وأنا بصلي اليوم زي ما الرب كلمني في هاي الوعظة أنه أبدأ في السنة الجديدة أسلك في الثلاث نواحي هذه من جديد، بقوة أكبر، بفعالية أكثر، وفيها أكثر إنجاز في حياتي. بصلي اليوم أوصل لك هاي الفكرة كمان، وتيجي ككنيسة كلها مع بعض نسلك مع بعض. أول مرة راح تساعدوني أنت تقولوا لي كيف نسلك، أوكي؟ أنت راح تقولوا لي من المقطع كيف نسلك. أنا ما بحبش أوعظ، بحب أشارك الناس، فعملش تحملوني. أول قراءة لنا في أفسس 5، كل القراءات الرئيسية من أفسس 5 من 1-2 بقول: فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. نسلك في إيش أول شيء؟ طيب إذا نمبر 1 بقول نسلك وين؟ في المحبة. عم بقولنا كما، يعني عم بعطينا تشبيه كيف نسلك في المحبة، شو الصورة شو الموديل تاعنا؟ كما المسيح. طب المسيح شو سوى؟ المحبة بالنسبة له إيش سوت؟ ما هي المحبة بالنسبة للمسيح؟ المحبة بالنسبة للمسيح بكل اختصار: مسامير في إيديه، مسامير في رجليه، تاج شوك على رأسه، حرب في جنبه، معلق على الصليب، موضع على الموت. هذه بالنسبة له كانت المحبة، أحبنا إلى هذه الدرجة. بالنسبة للمسيح المحبة كانت مكلفة، مكلفة جداً، مكلفة بطريقة ما حدا فينا بيقدر يستوعبها. هذه الطريقة اللي بقولنا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح. يعني ما بسلك في المحبة بخترع لي طريقة معينة زي ما أنا بدي أحب، لا، عندي موديل وأنا مطالب أني أنا أحاكي هذا الموديل، أتمثل في هذا الشخص اللي إجا وعلمني شو يعني محبة، علمنا، علم الدنيا العطاء، علم الدنيا المحبة. في يوحنا 15 بذكر الرب يسوع هو نفسه هذه الكلمات قبل ما يروح للصليب بيقول: ليس لأحد حب أعظم من هذا، إيش؟ أن يبذل أحد نفسه من أجل أحبائه. هذه المحبة، محبة هذه محبة بالنسبة للمسيح، بالنسبة للمسيح بذل وعطاء وتكلفة، هيك المحبة. طب بالنسبة لنا ماذا فعلت لنا محبة المسيح؟ شو استفدنا منها؟ تعالوا شوفوا برضو في أفسس، مش راح كتير نطلع برا أفسس. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل إيش؟ محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون. يعني محبة المسيح بدي قلنا هي الهواء اللي بثه في رئتي الميتة وعطاها حياة من جديد. محبته الفعلت هيك، مش بس عملت هيك. وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل من الله. لما بقول لي محبة المسيح لها طول وعرض وعرق، حكيناها مش أبعاد فيزيائية، أبعاد روحية، بس لما بقول محبة المسيح الفائقة المعرفة
يعني لا يمكن لنا أن نتخيلها ولا نتصورها. يعني عم بيقول لي محبة المسيح بالنسبة لإلي هي أعرض وأطول وأعلى وأعمق من أي جالكسي موجودة في الكون، لأنه الجالكسي هلا عم بيقدروا يلاقولها عرض وطول وعمق، بس لأنه هي فائقة المعرفة، هي متجهة بنحو بتدفق رهيب وممسكة فينا وواصلة لأعمق أعماقنا، بتعرف عنا كل شيء وبالرغم من ذلك يحبنا. مش بس هيك، شو استفدنا من محبة المسيح؟ علمينا أن مهما أنا هذه إجت بالغلط هون، محبة المسيح كمان في أفسس 5:25-27 بيقول، مش عارف إذا هي موجودة هون، أفسس 25 بيقولنا إنه المحبة هي غسلتنا، بيقول للرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة، وإيش؟ غسلها بدمه مطهرا إياها بالكلمة، أحضرها مطهرا إياها بالكلمة، يعني محبته غسلتنا من كل قذورات خطايانا، طهرت ضمائرنا، طهرت أرواحنا وجلبتنا لحضرة الله لنستطيع أن نكون في حضرة الله. كنا مستبعدين مبعدين عن الله، محبته هي اللي جذبتنا وجابتنا لعند الله. هيك استفدنا من محبته. يعني المحبة، قصدي أقول لك محبة مكلفة ولكن إلها نتائج وثمر، محبة مكلفة إلها نتائج وثمر. طب السؤال اللي أنا بقوله هلأ، كيف نسلك في المحبة؟ يعني شو يعني أن نسلك في المحبة؟ خليني أنا بحب أعطي شغلات عملية. أول شغلة، تواضع وارفع إخوتك فوق حالك. تواضع وارفع إخوتك. الفريسي بيرفع نفسه وبيصغر التانيين عشان يبين هو إيش أحسن، لكن المحبة بقول حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. يعني بدك ترفعه على حالك. هذا اللي عمله المسيح معانا، أخذ صورة عبد بينما هو كان معادنا لله، نزل لأقصى. وين نزل؟ ما راحش لقصر، راح لمذود، لأحط وأحقر مكان ممكن ينولد فيه بني آدم بين روث الحيوانات، سامحوني، والرائحة ما كانتش لذيذة، علشان يقول لك أنا بقدر أوصل لأخمص أعماق الإنسان، بقدر أوصل العمق. تواضع. كورنثوس 13 بيقول المحبة لا تنتفخ ولا تتفاخر. أول شيء تواضع قدام إخوتك، من الأسيس لأصغر واحد في الكنيسة لمدارس الأحد، كلياتنا مطلوب مننا نتواضع مع بعضنا البعض في التعامل. التعامل بده يكون أفقي، ومرات لازم تتطلع تعطيه هو إنه هو يكون فوق، تحسسه إنه هو له قيمة، بس أوعى تتطلع عليه من فوق. في ناس كتيرين وحيدين عندهم وحدة موحشة، اقضي وقت معهم. المحبة بتكلف، بدك تروح تأخذ من وقتك، حساب راحتك، راجع من الشغل تعبان، عارف إنه فلان وحيد قاعد لحاله في العيد ولا في أي مناسبة، أروح أزوره أقعد معه. هيك هاي المحبة، هذا بسلك في المحبة. في ناس محزونين فقدوا أعزاء، تفقدهم، كن موجود من أجلهم. في ناس مرضى عفراش المرض، احكي معهم، طمن عليهم. هذه المحبة. محبة مش بحبك وبس، حب وحب، لا، اعمل شيء خارج عن دائرة نفسك من أجل الآخرين من غير ما يكون لك أي مصلحة فيه. هذه الأجابة. في ناس منسيين، إخوتي في ناس في الكنيسة قعدوا شهور في الكنيسة، في ناس ما سلموا عليهم بالمرة، في ناس منسيين لأنه شخصيته هيك منطوية وقاعد لحاله. روح تحركش فيه، اهتم فيه، حسس أنه هو مهم، حسس أنه هو مش منسي، حسس أنه he belongs to the family. هذه المحبة. وشغلة لازم أذكرك فيها، المحبة مكلفة صح؟ والمحبة منتجة، بس الله لا ينسى تعب المحبة. طلع شو بقول، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من عند الرب عبدا كان أم حرا. يعني لا كبير ولا صغير، الله اللي بكافي، ما حدا كبير على ربنا. تعرفوا شو الآية اللي أنا بحبها دايما، بحبها دايما وبتذكرها كل ما بحس أني تعبان؟ بقول لك لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب
محبة التي أظهرتموها نحو اسمه إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. أخوي الله واقف لك بالمرصاد بشوف عمل محبتك، بشوف تعب محبتك، ومصمم يكافئك. بقول لك حاشا لي إني أكرم، يعني عيب علي إذا ما بكرم اللي بيكرموني. قال له يا رب إمتى أكرمناك؟ إمتى أطعمناك؟ أنت بتقول كنت سجينا زرتموني، كنت جائعا أطعمتموني، عطشان رويتموني. قال لي إمتى أطعمناك يا رب؟ إمتى رأيناك هيك؟ قال من فعل بأحد إخوة الأصاغر هؤلاء فقد كأنه فعل لي. هذه هي المحبة. عيش المسيح، حط حالك في موقف المسيح. كل ما الرب يتقل على قلبك حد معين، لو حط حالك مكان المسيح، لو المسيح مكاني واتقل على قلبه هذا الموضوع بسيبه بطنش؟ بتغلق أحشائك عليه ولا بتقدم له؟ اطلع برا دائرة. لا تستطيع أن تحب الآخرين إن لم تتعلم كيف تخرج دائرة داخلة me myself and I. اطلع برا، اعمل شيء انت ما له عائد عليك. اهتم في ناس ما رح يقدروا يهتموا فيك. اعزم ناس ما رح يقدروا يعزموك. اهتم في اشخاص من اجل المسيح مش من اجلك. هذه هي المحبة، هذه المحبة. واطلب منا المسيح نحب بعضنا البعض زي ما هو. بقول وصية جديدة اعطيكم، شو هي؟ أن تحبوا بعضكم بعض. طبعا ما احنا عارفين، ما هي موجودة في العهد القديم. تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. شوفوا الفرق، وصية قديمة تحب قريبك كنفسك، وصية جديدة أعطيكم أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. هذه هو الجديد في الوصية إلى الموت. مكلفة، مكلفة. يعني لا سمح الله لو واحد فيكم محتاج كدني وأنا دمي بناسب دمه، من المحبة بتخليني ما أتردد إني أعمل هيك، ما أفكر في الموضوع. إذا عندك two good kidneys، حتى إذا بدي يعني إذا واحد بده يقدم حياة لأجل الآخرين، إحنا بنستبعدها هاي الأفكار، بس هاي هي الطريقة المسيح بيطلبها منا. أنا عارف البار عالي، الستاندرد عالي، بس هذه هي الطريقة المسيح بيطلب منا نحب بعضنا البعض فيها. الآن بحب كتير، مش عارف مين قال الجملة هاي بس حفظت رنت، بقول لك المحبة التي لا تتعب تلعب. المحبة التي لا تتعب تلعب. احنا مش جايين نلعب كنيسة، مش جايين نلعب محبة، احنا جايين صادقين في المحبة ننمو في المسيح. امين. انا عندي تعليق بسيط، ارجو انك تفتح دينيك كتير منيح معي في التعليق الاخير على المحبة، لانه نحن الشرقيين نفهم المحبة خطأ. خلطنا عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا في الكتاب، فطلعنا نوع محبة مختلف عن الكتاب. أحبك حتى الموت، أحبك كما أحبك المسيح، كما أحبني المسيح، لكن هذا لا يعني أني أوافقك على كل شيء حينما يأتي الموضوع إلى الحق. هلا بدي أقول لك من الكتاب، أنا ما بجيب كلام من عندي، بدي أقول لك المحبة الكتابية. معنى أني أنا مختلف معك على موضوع حق، اختلفت أنا وياك، هذا لا يعني أني ما بحبك، هذا يعني أني مختلف معك على موضوع حق. ليست المحبة بما أني أنا بحبك أني أوافق على كل شيء حتى لو غلط، أنا وأخوي عبن عمي وأنا ابن عمي على الغريب. لا، بحبك وبقبل منك كل شيء. لا، بحبك بس ما بقبل منك كل شيء إذا كان على حساب الحق. أوكي؟ إذا اختلفت معك لا يعني أني لا أحبك، لا يعني إذا اختلفت معك إذا في يوم الأيام احتجتني ما أكونش موجود من أجلك، بس هذا يعني إني اختلفت معك على الحق. هذا الحكي موجود. المحبة لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، بالحق. المحبة لحتى تكون حقيقية يجب أن تحتوي على الحق. من جبنا هالكلام؟ مين رسول المحبة؟ مين معروف وين مين رسول المحبة في الكتاب المقدس؟ معروف عنه اسمه رسول المحبة مين؟ قد ما كتب عن المحبة يوحنا، صح؟ طلع يوحنا شو بيقول؟ اسمع هالتعبير. الشيخ في رسالته الثانية، الشيخ إلى كيريا المختارة
وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق، من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. وتكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح. اسمع الجملة الجاي، ابن الآب بإيش؟ بالحق والمحبة. المحبة يجب أن تكون محبة حقيقية، محبة حقيقية. لازم أقول لكم إياها، أعطي لكم مثال وأختم في موضوع المحبة، مثال صغير. هل الله يحب العالم كله؟ يحب العالم كله؟ طب أسألكم سؤال، هل كل العالم راح يروح السماء؟ طب الناس راح تروح لجهنم وهي داخل جهنم، الله لسه بيحبها ولا ما بيحبها؟ طب ليش راحت جهنم؟ لأنه مختلف معهم على الحق، لأنه مختلف معهم على الحق، وهم اللي اختاروا يروحوا لجهنم. بدي اياك تفهم الحقيقة، أنا بحبك بس لأني بحبك ومحبتي تكون حقيقية لازم أحبك في الحق، في الكتاب، في الصح، بجانب الصدق. أمين؟ ياريت هذه توصل لإنا كلياتنا، مش لأني بحبك أوافقك على كل شيء. كون حقيقي في محبتك، الحق مغلف بالمحبة والمحبة تحتوي الحق، وغير ذلك ليست محبة حقيقية. أمين؟ طيب نشوف. إذن أول شيء بطلب منا السنة الجديدة نسلك في إيش؟ في المحبة، وحط جنبها الحقيقية. أمين؟ الشغلة الثانية اللي بطلب منا نسلك فيها، طلع شبه، لأنكم كنتم قبلا إيش؟ ظلمة، وأما الآن فنور في الرب، أسلكوا كأولاد نور. إذن نسلك في إيش؟ نسلك في النور. ما معنى أنه نسلك في النور؟ لما أشرق نور المسيح في حياتنا صار شيء فينا، صار في شيء جديد فينا. اللحظة اللي فيها قبلت المسيح مخلص صار شيء فيي أنا جديد. تعرف شو هو؟ لم أعد ظلمة بعد، صرت نور، صار عندي صفة النور زي ما المسيح قال أنا نور العالم، قال لي أنتم نور العالم. وبعدين بقول هنا بولس بقولنا إيش؟ إيش قالنا؟ أما الآن كنتم ظلمة، فأما الآن إيش؟ مش فيكم نور، أنت النور في الرب، أسلكوا كأولاد نور. فبما معنى، بمعنى أنه إله النور، الإله اللي هو نور الساكن في نور لا يدوم منه، الله نور، هذه مش صفة، هذه طبيعة، طبيعة الله النور. الله له ثلاث طبائع، احنا مرات نخلطها في الصفة، الله روح، الله محبة، الله نور، هذه طبيعة الله مش صفة من صفاته، هذه التي تتشكل منها صفاته وتتكون منها صفاته وتنبثق منها صفاته. فالله نور، ولحتى تصير انت تنتمي لله جعلك انت من طبيعته ايش؟ نور. شو صار في الظلم اللي في حياتك؟ طلع شو بقولنا، طلع هون اول شو بقولنا، بقول ان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو الذي اشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح. طب شو اللي صار في الظلم اللي كانت في حياتنا عايشين فيها؟ طلع شو بقول لك، بقول لك دفننا معه بالمعموديه للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. شو هو؟ لما موتت الإنسان القديم مات على الصليب، انصلب مع الرب يسوع ودفن مع ومات مع الرب يسوع ودفن مع الرب يسوع في القبر. بس لما قمت قومني أنا، ما قامش عيسى القديم، ما قامش عيسى الظلمة، قمنا بقول في جدة الحياة. شو معنى جدة الحياة؟ الحياة الجديدة، يعني القديم وين ضل؟ ميت في القبر. فأنا قمت، المسيح قام بجسد ممجد وقومني معه بالروح بخليقة جديدة طبيعتها إيش؟ نور بدل ظلمة. فبالتالي القديم تاعي هذا إنساه، عيسى القديم الظلمة راح، لازم يروح، لازم يموت ويضله في القبر. إذا بدي يطلع زومبي يطلع مرة تانية، يدعس عليه ونزله مرة تانية، روض جسده، روضه، روض الطبيعة القديمة، خليه تحت، وخلي النور اللي عايش في العالم، لأنه أنت مدعو لوظيفة أنك تكون نور. شو هو النور؟ كيف أني أكون في النور؟ شوفوا شو بقولنا في
بقولنا لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق مختبرين ما هو مرض من عند رب. هاي الآية الثانية اللي على طول بعد لما قالهم كونوا كأولاد نور. شو هو النور؟ أني أعمل الشيء اللي بيرضي الرب. الله نور، واللي بيرضيه إيش؟ الأشياء الإيش؟ منورة، مش الأشياء المظلمة. فبدك تعمل الأشياء اللي بترضيه، وشو اللي بيرضيه؟ صلاح وبر وحق. عيش في هاي الأمور، درب لسانك يشفي بدل ما يجرح، تذوق طعم متعة الطهارة بدل ما تبيع جسمك ونفسك للنجاسة. هذا النور. خذ هالقرارات، نمي الشعور بالامتنان لكل ما عندك من الرب بدل التذمر على الذي ليس عندك. اختبر ما هو مرضي من عند الرب. بدي أورجيكم آية كتير حلوة، الرب يسوع شوفوا هاي نبوة عنا إحنا شو رح يصير فينا في الملكوت. والحين أذن يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، من له أذنان للسماع فليسمع. هذا مستقبلك، هذا اللي أنت رايح له، هذا اللي الله معد لك إياه. عيش على هذا المستوى، عيش في هذا المستوى، نور في الأرض. اترك طبيعتك القديمة، اترك الأشياء اللي تعودت عليها واللي اقتبستها واللي علقت فيك من العالم، انفضها عنك وعيش كابن نور في سنة 2018 وكمل، لأنه يمكن الرب يجي بهالسنة، يمكن ما يكون في 2019. أمين؟ أنا شكلكم كتير متحمسين. أمين؟ يجي ولا لسه بدنا نجوز البنت ونجوز الولد، لسه البزنس ما زبطش؟ يجي ولا ما يجي؟ يجي عشان يخلصنا من الهم، ولا يجي عشان مشتاقين له؟ خلصنا من الهم. أي أخوة جدي من دالت. معك حق، الحياة بقت لا تطاق، الحياة ترفض النور فهي لا تطاق. إخوتي إحنا مش عايشين في السماء الجديدة والأرض الجديدة اللي فيها أنت مش محتاج فيها تبذل مجهود لتعيش في النور. أنت عايش في مستنبت الشر، في عقر الشيطان، في الآلة الذي يستخدمها الشيطان ضدك، أنت محطوط جواها. والمسيح قال لست أسأل لأن تأخذهم من العالم ولكن تحفظهم من الشرير. فأنت موجود لقصد، لغرض، لهدف أنك تكون نور. أنت مش الخطية المحيطة بنا إيش بيقول؟ بسهولة الخطية، لكن ما أصعب تعيش ضد التيار في النور. بس أقول لك شغلة واحدة، شمعة واحدة بتبدل ظلام غرفة كاملة. شمعة واحدة، زي ما بقول مرات كتير ناس سمعت، مش عارف مين قال، حدا من الفلاسفة مش عارف، بقول لك بدل أن تلعن الظلمة أضئ شمعة. كون أنت هاي الشمعة. تعرف ليش؟ لأنه المسيح قال لك هيك، قال لك أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. حافظين الآية هاي، قديش بنعملها، قديش بنفكر فيها في المواقف اللي لازم أكون فيها نور بس بختار أسلك في الظلمة. الآية هاي بتقول لك إنه ما فيش إشي اسمه نور مخفي، يا نور يا ظلمة. ما في شيء اسمه undercover Christian، فيش. هاي بقول لك بنفعش تكون تخفاش المدينة الموضوع على جبل، ما بيوقدوا نور بيوضعوه تحت المكيال بل على المنارة ليضيء لجميع البيت. غرض النور مش يلفت الانتباه لإله، غرض النور إنه يورجي الناس الطريق، غرض النور يضيء للطريق للناس. هيدي الشمعة استمدت نورها من شمس، زي القمر بيستمد نوره من الشمس، زي ما بقول في أيوب هو ذا القمر لا يضيء من نفسه. في وقت كانوا يعتقدوا أنه القمر هو كوكب مضيء زي الشمس، إحنا زي القمر. أنت قمر يا قمر، تستمد طاقتك ونورك من شمس البر والشفاء في أجنحتها. بس بتعرف مرات شو بصير؟ اسمحوا لي اشارككم بهذه الفكره، انا ما كنت بدي اشاركها بس لازم اشاركها. انا خلصت على فكره، ما تخافوا، انا بس قلت لكم من القلب بدي احكي. في شيء بسموه كسوف الشمس، في شيء بسموه خسوف القمر، اكليبس بسموه، صح؟ كيف يحدث كسوف القمر، كسوف الشمس؟ عندما ياتي القمر بين الأرض والشمس.
لما القمر بيلفت الانتباه لإله بيغطي على الشمس بيحصل له بيحصل الشمس كسوف بيحجب مجد الله عن الناس بيصير يلفت الانتباه لإله. دير بالك اوعك تيجي بين الله والعالم مش مكانك انت وظيفتك تدل طول ما في قمر منور بالليل هذا دليل على انه الشمس جاية بالصبح. ليش؟ لانه اذا القمر منور معناته الشمس موجودة وجودك هو اللي بيثبت للناس كمضيء وجود الله. انت بيحصل للقمر ايش؟ كسوف خسوف. كيف بيحصل له خسوف؟ لما العالم بيجي بين الشمس وإيش؟ لما بتيجي الكرة الأرضية بين الشمس والقمر شو بيحصل له؟ تحطش العالم بينك وبين الرب. لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين. رح تنخسف رح تنطفي. خليك نور في مكانك الطبيعي في دورانك الطبيعي لكي تشير إلى شمس البر والشفاء بأجنحتها لأنه هو نور العالم وإحنا نستمد نورنا منه. أمين؟ أمين. المسيح لنا نار لنا الحياة والخلود. أسلك كابن للنور في 2018. طيب آخر واحدة وبسرعة بقولنا برضو في صحة 5 بقولنا فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. أسلك في إيش؟ يلا في الإيش؟ تدقيق. ايش كمان؟ ايش الجملة؟ الحكماء. لانه البسكول بوك بتدقيق هو ايش؟ فاذا ثالث شيء بقول لك اول شيء بقول لك اسلك في المحبة اسلك في النور ولا بقول لك اسلك في الحكمة. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ ما معنى الحكمة؟ الايش؟ علوا صوتكم بتخافوش علوا صوتك على مسؤوليتي علي صوتك. جاستس جاستس عدالة. شو هي الحكمة؟ مخافة الله هي رأس الحكمة مخافة الله. بس إيش كمان؟ قيادة الروح القدس. طب شو علاقة الحكمة بالمعرفة؟ هل لهم علاقة مع بعض؟ طيب الحكمة هي الاستخدام الأمثل للمعرفة في حياتي اليومية. الحكمة كمان مرة هي الاستخدام الأمثل للمعرفة في حياتي اليومية. من الآية هاي رح أبين لكم ثلاث أنواع من الناس. الآية اللي قرأناها قبل شوي بس خلينا أثبت لك هاي الحكي. شوفوا الحكمة هي إنك تعيش لتعرفه بطريقة صحيحة. طلع شو بقول لك في يعقوب؟ يعقوب مش أنا اللي بقول من هو حكيم وعالم بينكم فليرى إيش؟ أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. أنك تستخدم ما هو عالم أنت به وتوظفه في حياتك الروحية بطريقة صحيحة أنت إنسان حكيم. أنت إنسان حكيم. عهد القديم بوافق على هالموضوع كمان بيقول ناموس الرب. طب من وين أعرف الحكمة أنا؟ من وين بدي أعرف الحكمة؟ ناموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيم. هاي مصدر الحكمة تاعتنا. هاي مصدر معرفتنا. ممكن انك تكون حكيم في عيون العالم بس هذا ما بيخليك حكيم في عيون الملكوت في عيون الرب. ممكن تكون حكيم في عيون نفسك بس هذا ما بيجعلك حكيم حقيقي بمقياس الكتاب كمسيحي. اذا انت اردت ان تكون مسيحيا تتبع المسيح يجب ان تكون حكيما بمقاييس السماء. المانيوال تاع مقاييس السماء محطوط بين ايديك. ناموس الرب شهادات الرب كلمة الله هذه لما بتعرفها في حياتك وبتطبقها في حياتك تصبح انسان حكيم. تصبح انسان حكيم بس مش بمقاييس العالم. على فكرة ممكن يحسبوك اهبل بمقاييس العالم. يا من حكت لي هاي الكلمة It's okay. زي ما بقول بولس خلينا احنا مختلين إلهم بس كاملين لله. ثلاث شخصيات في المقطع اللي قرأناه قبل شوي. في شخص جاهل في شخص غبي. خلينا أقرأ لكم إياه مرة تانية.
انظروا كيف تصلون لا كجهلاء بل كحكماء، وبعدين بقول في مكان تاني أغبياء، صح؟ شايفينها ثلاثة. من هو الجاهل؟ الجاهل بمقياس المعرفة، طبعا الجاهل بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله، أنا بس بحكي بمقياس المعرفة، مقياس المعرفة الجاهل اللي ما بيعرف، صح؟ جاهل ما بيعرف، صح؟ ما بيعرف، ولأنه ما بيعرف ما بيعمل، فهذا إيش؟ جاهل. طب من هو الحكيم؟ اللي بيعرف وبيعمل. طب مين الغبي؟ بيعرف وما بيعمل. لأنه بقوله لا تكونوا أنتوا يا العارفين أغبياء، كونوا حكماء. إذا بتعرف وما بتعمل تحكم على نفسك بأنك غبي. من هو الحكيم؟ وعالم بينكم فليري أعماله، بالشي اللي بيعرفه بالتصرف الحسن في وادعة الحكمة فيحكم عليك أنك حكيم حينئذ. أمين؟ طيب عندي بس آية، مش راح أحط آية بس بدي أقولكم كيف أكون حكيم في مقياس الكتاب المقدس. أعمل خطة لحياتك، أعمل خطة لزواجك، أبوس إيدك، أعمل خطة لأولادك، أعمل خطة لعلاقتك مع الرب، خذ قرار وخذ ستيبس. قلت لكم الحياة المسيحية هي ستيبس، أنا باخد خطوة ورا خطوة لأوصل لملايين الخطوات في حياتي لأقدر أحقق مشيئة الله. مش ماراثون خلصت عرفت الرب أخذت دروس المزيح فصل لي آيتين ثلاثة وعد وتكتفت خلص خلصت، هذا سباق 100 متر، هذا مش هاي الحياة المسيحية. الحياة المسيحية خطوة مع خطوة تهرب فيها من القديم وتتقدم إلى الأمام. قال لهم بولس يا إخوتي لست أحسب أني أدركت ولكنني أفعل شيئا واحدا، إذ أنسى ما هو وراء وأتقدم، ما زلت أتقدم كل يوم إلى الأمام خطوة، بحط الخطوة جنب أختها علشان تضلنا ماشي لقدام باتجاه الملكوت. خط خطة، حط خطة لحياتك الروحية، حط خطة تدرس كلمة الله. امبارح كنا بنتشارك مع الشباب في موضوع بولس، بقول لهم قبل ما أجيلكم يا أهل كورنثوس في رسالة كورنثوس الأولى صحة 16، بقول لهم سهروا ثبتوا في الإيمان كونوا رجالا تقووا لتصل كل أموركم في محبة. كون رجل هاي السنة في الإيمان، ورجل لا تعني ذكر، رجل تعني أدلت، كون ناضج بالغ. واحدة من الأشياء اللي حكينا عنها مبارح إنه واحدة من الأشياء اللي بتميز الطفل عن الرجل إنه الرجل بيقدر يعمل يدير باله على حاله، يعمل أكله بإيده، يقدر يعمل سندويش يطعمي حاله. ولد صغير طفل بده حد يرضعه اللبن العقلي، بيعتمد على الآخرين في إنه ينمو، لكن الرجل لا يعتمد على الآخرين في نضوجه، يعتمد على نفسه. هل أنت بتطعمي حالك؟ تقدر تطعمي حالك كل يوم من كلمة الرب؟ ولا بتستنى بس تيجي اليوم الحد تاخذ لك هالرضاعه وتروح فيها على البيت ببرونه؟ خد قرار تكون رجل في الايمان، تكون رجل من اجل الله. والرجل زي ما قلت لكم البالغ ليس الذكر، مو في ستات ارجل من 100 رجل في الايمان ومذكور عنهم في الكتاب المقدس، وفي منهم في كنيستنا على فكره. امين. طيب شو الوصيه؟ شوفوا هاي الآية وبعدين نختم فيها. حافظ الوصية لا يشعر. كلمة حافظ على فكرة مش ميمورايز، لا العامل اللي حب إن أحد يحفظ وصايا يعني بيعمل فيها. حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق، وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكم. قلت لك ممكن تكون، بقولهم عارف إيش بقولهم في الآية اللي قريناها، بقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. الحكيم بيعرف يفتدي الوقت، بيعرف الأيام شريرة، بيعرف إنه الوقت مقصر، مقصر يعني عم بيقصر. ممكن تكون حكيم في عيون العالم والمجتمع، شغلك، الناس، عيلتك، أصحابك، بس الحكيم اللي في وجه نظر الله بيستمد حكمته من وصية الرب. شوفوا هالآية ما أحلاها، كلكم حافظينها وعارفينها، بقول لك مزمور 1، طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار حتى يصير حكيم، وفي طريق الخطاة لم يقف عشان يعجبهم،
وفي مجلس المستهزئين لم يجلس عشان هم يعجبوه، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. طب شو النتيجة؟ بصير حكيم، تعرفوا مش بس حكيم، بصير ناجح، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه مروي، تعطي ثمرها في أوانه، منتج ورقها لا يدبل، نضارة دائمة، وكل ما يصنعه ينجح. كيف تسلكون؟ انظروا كيف تسلكون إخوتي، لاحظ خطواتك كيف نسلك بالتدقيق في حكمة. أسلك في المحبة، أسلك في النور، أسلك في الحكمة التي من عند الرب. تعالوا نصلي. دكتور عصام إذا تقول لنا بكلمة صلاة. دعونا نحن رؤوسنا في بداية السنة أحبة، وليمتحن الإنسان نفسه، امتحن نفسك بينك وبين الرب، ما تفكر بأي شيء آخر، ما تفكر بالشخص اللي موجود حدك، ولكن فكر بنفسك. رب دعاك حتى تكون إنسان مملوء من محبته، بعد ما اختبرت محبته أنك تشرق بمحبته إلى الناس والنفوس حواليك، أنك تكون مكمل في المحبة. فقال له يا رب أنت إذا وجدت في طريقي وفي حياتي شيء آخر سمحني أيها السيد، اغفر لي إذا ما كنت غفرت لأي إنسان، إذا أسأت لأي إنسان، وساعدني ضم الجراح الشخص يلي أنا أسأت إله. قال له يا رب طهر أعماقي. برب دعاك أن نسلك كأولاد نور، أن نسلك في النور، لا تشتركوا بأعمال الظلمة الغير مثمرة، بل بالحري وبخوة، بل اسلك في النور، أي حياة الطهارة والنزاهة والنقاوي. فإذا دخلت إليك أعمال الظلمة يا رب سمحني عليها، وطهرني وقدسني، حياة القداسة، وأيضا توازن المحبة والقداسة والحق، المحبة والحق من خلال حكمة المسيح، الحكمة النازلة من فوق. قال له يا رب أنا سمعت صوتك اليوم، أنا بحاجة لهذه الحكمة، وأطلبها بإيمان غير مرتاب البتة، الحكمة النازلة من فوق، وهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة. ساعدني يا رب حتى أعمل التوازن وعيشت مثلك. ولكن بهذا الصباح إذا بعد ما قبلت المسيح كل هذه الأشياء مثاليات ما بتساعدك، أنت بحاجة لشخص المسيح وروح المسيح. فاصرخ إلى الرب، قل له يا رب سامحني أنا الخاطي، غسل قلبي، أقبل موتك لأجلي على الصليب. سمعت كتير عنك أو سمعت عنك بس ما طلبتك، وفي هذا الصباح بدي أطلبك كسيدي ومخلصي وربي وإلهي، وأقبل موتك الكفاري لأجلي على الصليب. اجعلني واحد من أولادك، واعطيني هبة الحياة الأبدية، وساعدني أن أسير طائع عن صوت الإنجيل. وإذا كنت واحد من أولاد الرب قل له يا رب أنا أوهبك حياتي من جديد، أريد أن تنتهي من حياتي أيام الفتور وتبدأ أيام جديدة منقاد فيها بروحك، لكي أسلك بروحك في المحبة والقداسة والحكمة. يا رب نعطيك نفوسنا من هذا الصباح. إله من سلام عجيب يا رب أنت تعطيه لأولادك حين يقتربون إليك ويتقدسون يا رب بفضل عمل نعمتك ودمك المسفوك لأجلنا على الصليب. بارك إخوتي أيها السيد، كل النفوس التي طلبتك من قلب طاهر في هذا الصباح، وثبتها في الإيمان لمجد اسمك أيها الرب يسوع، نصلي وباسمك أيضا، آمين.